بسم الله الرحمن الرحيم، لقاء وموعد كما عودناكم مع أخبار المشاهير. النهاردة معنا الملكة صاحبة الصوت القوي المطربة أصالة نصر. نتعرف على السيرة الذاتية وحياتها الفنية في دقائق معدودة. الاسم بالكامل أصالة مصطفى نصري، وهي من مواليد يوم 14/5 عام 1969. ولدت في دمشق، ووالدها هو الفنان والمطرب الراحل السوري مصطفى نصر، وهي تحمل أيضا الجنسية البحرينية والجنسية الفلسطينية، وهي تعيش الآن في مصر. بدأت النجمة أصالة نصري الغناء منذ الصغر بأغاني والدها، ثم بدأت عام 1976 الغناء في البرامج الكرتونية للأطفال في التلفزيون، وكان برنامج الأطفال كانت بتغني فيه كان اسمه حكايات عالمية، الذي كان يحمل اسم في قصص الشعوب. كما قامت أيضا بالغناء والأناشيد، وشاركت في المناسبات الوطنية السورية، وأيضا كانت بتعمل إعلانات. ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال. توفى والدها عام 1986، وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة 3 سنوات، وكانت بمثابة الأم الروحية لإخوتها الصغار. الفنانة أصالة نصري تزوجت مرتين. المرة الأولى كانت من المنتج أيمن الذهبي عام 1991، وأنجبت منه شام وخالد، وتم الانفصال في عام 2005. في عام 1991 ذاع صيت أصالة نصر في أغنية أسمع صدى صوتك، والتي غنتها من شعر الشيخ حمدان المكتوم. أول ألبوم لأصالة نصر كان عام 1992 بعنوان بيني وبينك، وكانت الانطلاقة لها. ثم أصدرت ألبوم لو تعرفوا عام 1993 وأغنية سامحتك، وأصبحت من أهم مطربي العالم العربي، وبدأت شهرتها الحقيقية بعد هذا الألبوم وأغنية سامحتك وأغنية لو تعرفوا. وبعد هذا الألبوم تعاملت مع كبار الملحنين المصريين، وأصدرت العديد من الألبومات الغنائية، أهمها قد الحروف عام 2003، ومشتاقة عام 2001، وألبوم أوقات عام 2004، وألبوم عادي عام 2005، وألبوم حياتي عام 2006، وألبوم شخصية عنيدة عام 2012، ويا مجنون عام 1999، ويمين الله عام 2000، وسواها قلبي عام 2007، وحالي طيب عام 2008، وفي قربك عام 2019، ولا تستسلم عام 2020. النجمة أصالة نصري تزوجت من طارق العريان المنتج الفلسطيني عام 2006، وأنجبت توأم آدم وعلي.
ودام هذا الزواج طيلة 14 عام وتم الانفصال في شهر يناير عام 2020. وطبعا طلع كلام انها تزوجت من عضو مجلس الشعب من احدى الدوائر محافظة الاسكندرية في عام 2021، ولكن لم تتحدث او تصرح باي تصريح ان ده الكلام ده حقيقي او كلام سوشيال ميديا. الفنانة أصالة آخر أغاني لها كانت أغاني تتر مسلسلات في 2021، في مسلسل بنت السلطان وأغنية تتر مسلسل قصر النيل في رمضان 21. حصدت جوائز عديدة الملكة أصالة نصري، من أهمها جائزة الإذاعة والتلفزيون عام 1997، وجائزة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإماراتي عام 1998. وفي عام 1999 حصلت على درع شكر من مهرجان الغناء الوطني ببيروت، وأيضا حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية عام 2008 من ARTE. دي كانت نبذة سريعة عن حياة الملكة أصالة نصر. شكرا لحسن المتابعة.